لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد، هذا الموضوع أنا بقوله على الهوى. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكاننا. مصر أعلنت على لسان رئيس الجمهورية موقفها بصراحة في قصة الإصلاح الاقتصادي وتحرير الجنيه، وهو أن مصلحة المواطن أولاً وقبل أي اعتبارات خاصة بمسار الوضع الاقتصادي، وأن أي خطوات مالية لازم تكون مناسبة لظروف المصريين دون إضافة أي أعباء. وكانت تصريحات الرئيس بخصوص تحرير سعر الجنيه أن الأمر مستبعد في الوقت الحالي، لأنه مش في مصلحة الناس يحصل ارتفاع كبير في أسعار الصرف وبالتالي ارتفاع في أسعار السلع. طيب دلوقتي ايه هيكون رأي البنك المركزي؟ وازاي هيتصرف بين اولويات السوق والمؤشرات الاقتصادية زي التضخم وبين المسؤولية المجتمعية؟ وازاي هيقدر يوفق بين الحاجتين في خلال 48 ساعة باقية على اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس اللي جاي؟ بانكير، نبضوا البنوك. أكيد البنك المركزي هيتعامل بالوضع على الأرض، وفي نفس الوقت توجيهات القيادة السياسية بعدم مساس القرارات المالية بالحياة اليومية للناس. وأول قرار معروف للجنة السياسية النقدية إن مفيش تعويم للجنيه، يبقى الكلام هيكون على سعر الفايدة مقابل أرقام التضخم واللي زادت في مايو الماضي. كمان تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7%، وحسب خبراء الاقتصاد التوقعات رايحة ناحية تثبيت سعر الفايدة دون تغيير يوم الخميس، بعد ما استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة. وحسب برضو متوسط توقعات الاستطلاع اللي شمل 17 محلل مالي واقتصادي، البنك المركزي هيخلي سعر الفايدة على سعر الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25%، وما توقعش أي من المحللين إن يكون في تغير في أسعار الفايدة بحسب الاستطلاع اللي أجرته وكالة رويترز. ومن وجهة نظر المحللين إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر اللي فات ماشي في اتجاه إن مصر هتتخلى بشكل مؤقت على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة زي ما وصفها الجميع. باسكال ديفو من بنك بي إن بي باريبا توقع من ناحيته إبقاء البنك المركزي على أسعار الفايدة من غير تغير بسبب توقعات بتحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة تانية. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبضوا البنوك.